حلو خالص. لك حلو ايه بجنن نظراتك مش عم تتهدى بدا وما بتعرف شو بدا نظراتك مش عم تتهدى بدا وما بتعرف شو انا وياك انت ابي شو قوي انت اسمك معناه ايه تعرف حرام عليك شو السؤال سؤال انت كمان ما تعرف ما سالتش والله ابي ابي ولو ابي يعني قوي ما اون وهو يعرف المعنى ولا لا ايه تاري كثير قوي انا عم اقول لك قد ايه عمرك ابي 9 سنين طيب شفت في اقوى من هيك في احلى من هيك ما شاء الله يا حبيبي وصوته حلو مين نقلك الغنيه امي وانت بتحبها هالغنية؟ ايه كثير بحبها مين بغنيها بتعرف؟ فنانة الجميلة نانسي في اهدلت عجبني صوتك جدا والطريقة اللي بتغني بيها ثقتك في نفسك وانت بتغني برافو عليك انت لسه عندك اكتر من كده تحب نانسي؟ بحبكم كلكم يا ولد الحلاوة دي وتعزف علموك تعزف بيانو شوية هذا ولا بعزف على العود تعزف على العود طيب وليه ما جبت العود معك؟ بعد مبتدئ برافو صوتك كثير حلو حبيبي حيكون عندك إن شاء الله مستقبل حلو لأن عندك حضور على المسرح كثير حلو أكيد الجمهور كله فرحان معك شوف كيف يسأل لمن تختار من نانسي أو تامر؟ فكر فكر براحتك براحتك نانسي نانسي هاي رجال وباي نقيل الغنية وجاي يغني لي اياها فحسيته عم يبعث لي مساج وانا جاوبت اكيد ثانك يو حبيبي تامر حبيبي شافوا له يا جماعه سقفه كبيره قوي هيدا شو هالشخصية هالولاد اسم الله بتعرفين ما يتعبك على المسرح اي اغنية تعطيه بسيطة يعمل لك شو يعمل لك حركات حيكون كثير بس عم فكر بهالولاد شو هالشخصية القوية ولد جميل وعنده حركة كمان ودمه خفيف عم حاول قارن هيك ب انه بهالولاد هلا يعني ونحن بس كنا اولاد لا نحن فريقك راح يكتمل ايه انا بموقف صعب هلا